هي الانطلاقة الأولى في صباح هذا اليوم، وهذه الانطلاقة مشاهدين الأعزاء معلنة انطلاق الفترة الأولى في ثالث أيام المهرجان، معلنة انطلاق الفترة الأولى في ثالث أيام المهرجان الذي يقام تحت رعاية سمو ولي العهد الأمين حفظه الله. هكذا هي الانطلاقة، وهذه أولى الأمتار المنطلقة من مسافة 6 كيلومترات، 6 كيلومترات، وهذا الشوط الأول، الشوط الأول والشوط الرئيسي إيذاع أبكار لأبناء القبائل، والفرصة الثانية للتأهيل إلى سباق التحدي لأبناء قطر. الفرصة الثانية لأبناء الشحانية مشاهدين الأعزاء ليتأهلوا من خلال المراكز الخمسة الأولى في حالة وصولها إلى خط النهاية إلى سباق التحدي، إضافة إلى جوائز نقدية قيمة مقدمة للمراكز العشرة الأولى. هذه مقدمة الشوط، وهذه أول 800 متر من البداية للانطلاقة، أول 800 متر مشاهدين الأعزاء، وهذه مقدمة الشوط. مغيضة، مغيضة تحتل المركز الأول للسيد خالد ظافر بن راشد الهاجري، محتل المركز الأول مغيضة مشاهدينا الأعزاء، بينما تلاحقها وسام، تلاحقها وسام وتحتل المركز الثاني عند لوحة الكيلومتر الأول من الانطلاقة للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين، يضمرها السيد نوار بن دخيل الله العتيبي في المركز الثاني، وانطلقت بقوة، انطلقت بقوة للمنافسة مشاهدينا الأعزاء، ونقلة إلى المركز الثالث، المركز الثالث اللي هي الغزيل للسيد جار الله بن حمد بن سالمين المري، وتحتل المركز الثالث. دور المركز الرابع اللي هي ذهيبة مشاهدينا الأعزاء، الدور دور ذهيبة في المركز الرابع للسيد حمد بن حسين بن جرحب المري، وأخيرا عند المركز الخامس، أخيرا في المركز الخامس في هذه اللحظة، المركز الخامس أيضا للخيارين، أيضا للخيارين مشاهدينا الأعزاء، المركز الخامس، المركز الخامس وسمية الكاسبية للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، يضمرها السيد ناصر بن سالم المكسور مشاهدينا الأعزاء، نقلة إلى المركز السادس، وفي المركز السادس شعار السيد بخيت بن خزينة المري، شعار اللي هي العزوم للسيد سالم بن بخيت بن خزينة المري، وهي الآن تحتل المركز السادس، بينما نرى المركز السابع أصبح من نصيب عندك يا بن شينان، عند الذيبة للسيد سالم بن عبيد بن شينان المري في المركز السابع، ودور المركز الثامن اللي أصبح من نصيب حاملة رقم 27 اللي هي ضبية، تعود ملكيتها للسيد عبد الله بن صالح بن مفتاح، ونقله إلى المركز التاسع، المركز التاسع اللي هي ذيبة مشاهدين الأعزاء لسعادة حامد بن علي بن مايقة الحبابي، والمركز العاشر والأخير الضبية تحتل المركز العاشر للسيد فهد شعار الخيارين هذا اللي في المركز العاشر، في المركز العاشر، في المركز العاشر، العاصمة مشاهدينا الأعزاء في المركز العاشر، تعود ملكيتها للسيد محمد بن غانم بن زايد الخيارين، ضمرها السيد بركي الرشيدي. هذه نتيجتنا أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء مع أولى انطلاقات هذا اليوم، مع أول الأشواط الاثنى عشر في برنامج ثالث أيام السباق السنوي الذي يرعاه سمو ولي العهد الأمين. هذه هي العودة إلى شاشة التلفزيون، نحن وإياكم مشاهدينا الأعزاء، ونرى الكادر الفوقاني يحتضن، يحتضن هذا الشعار الخاص بظافر بن راشد الهاجري، ظافر بن راشد الهاجري، هذه أمامنا مشاهدينا الأعزاء حاملة رقم 25، حاملة رقم 25، متصدرة متصدرة متصدرة، مغيضة
مغيضة، هذه هي مغيضة مشاهدينا الأعزاء أمامنا على شاشة التلفزيون وعلى الهواء مباشرة، ونراها متربعة تربع تام على مقدمة هذا الشوط، بينما هناك المضمرين متحمسين للمنافسة على هذا الشرف الناموس، على شرف الناموس بهذا الشوط، لأنه هو الشوط الرئيسي الخاص بالإذاعة أبكار بهذا المهرجان، وهو الفرصة الوحيدة لتأهيل الإذاعة إلى سباق التحدي من خلال الخمسة مراكز الأولى. هذه أيضا تعود ملكية مغيضة للسيد ظافر بن راشد الهاجري، ونقل إلى المركز الثاني. المركز الثاني، أتمنى أن يكون التصوير معي. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء، هذه مشاهدينا الأعزاء وسام، الله وسام، وسام عزة، هذه وسام ناموس على أرضية ميدان الشحانية مشاهدينا الأعزاء، تعود ملكيتها للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين، يضمرها السيد نوار بن دخيل الله العتيبي. ولكن هناك مشاهدينا الأعزاء، هناك الغزيل تدخلت بكل قوة، الذهيبة تدخلت بكل قوة وخذت المركز الثالث وفي طريقها إلى مقدمة الشوط، تعود ملكيتها للسيد حمد بن حسين بن جرحة بالمري، وفي المركز الرابع للسيد جار الله الغزيل سيد جار الله بن حمد بن سالمين المري، والخامسة اللي خذت المركز الرابع من الغزيل اللي هي الذيبة للسيد سالم بن عبيد بن شينان المري. دور المركز السادس لنكمل لداءنا الثاني مشاهدينا الأعزاء قبل أن نصل إلى موقع المعركة طحنة. هذا المركز السادس، المركز السادس العاصمة للسيد محمد بن غانم بن زايد الخيارين، مضمرها سيد بركي الرشيدي، وتليها في المركز السابع الياسية، في المركز السابع للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، مضمر السيد ناصر بن سالم المكسور. دور المركز الثامن، الضبية في المركز الثامن للسيد عبد الله بن صالح بن مفتاح، ودور المركز التاسع العزوم للسيد سالم بن بخيت بن خزينة المري، والعاشرة المركز العاشر مشاهدينا الأعزاء اللي تحت المركز العاشر دخول للقاهرة، في المركز العاشر تعود ملكيتها للسيد عبد العزيز بن سالم المري. هذه نتيجتنا مرة أخرى أيها الإخوة، سوف يتم تسليم جميع البندقيات الذهبية والفضية للفائزين بها في كل شوط من الأشواط الرئيسية في هذا السباق من قبل سمو ولي العهد الأمين حفظه الله. فعلى كل فائز مشاهدينا الكرام مشاركينا الأعزاء، فعلى كل فائز بإحدى البندقيات الذهبية أو الفضية أو من ينوب عنه التواجد مباشرة وبتوقيت كافي في المنصة الرئيسية ليستلم جائزته. هكذا هو الإعلان الذي وصل لنا هذا الصباح. أيها الإخوة مشاهدينا الأعزاء، عودة إلى مقدمة الشوط، وأيضا مرة أخرى يمنع منعا باتا مشاركة هجن السيد محمد حمد بن علي الحيدان، يمنع منعا باتا مشاركة هجن السيد حمد بن علي الحيدان موسم كامل لأسباب علمها عند الله. هكذا أيها الإخوة نتمنى التقيد بأنظمة وقوانين اللجنة لكي لا يتعرض مشارك آخر لعقوبة كهذه العقوبة. الكيلومتر الأخير وبدأ الحماس والتنافس على البندقية، بدأت الذيبة مشاهدينا الأعزاء، يا سلام، الذيبة قادمة لتنتزع البندقية، الذيبة للسيد سالم بن عبيد بن شينان المري، وأيضا الذهيبة للسيد حمد بن حسين بن جرحة بالمري، وكذلك وسام للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين، وأيضا فيصل بن طالب بن شريم المري هوايل، والتدخل في وقت ممتاز ومناسب للسيد فيصل بن طالب بن شريم. المركز الرابع العاصمة، الله الله، بدت المعركة وفرع عبيد بن شينان لينتزع البندقية لينتزع، ولكن هناك ملاحقة للذيبة، والذيبة ما زالت هي سيدة الموقف. 400 متر مشاهدينا الأعزاء، والبندقية لمن سيستلم من يدي سمو ولي العهد الأمين في المنصة يوم الأربعاء، من سيكرم بالناموس؟ عبيد بن شينان المري، وهذه الذيبة، الله، يا سلام، هنيالك يا أبو حمد، وهنيالك على هذا المال الطيب، وهذه تحية خاصة مهداة إلى جماهير الذيبة وإلى السيد
عبيد بن شينان المري من المرتشبي على ظهر الذيبة في لحظات الوصول وحقق التوقيت ممتاز. تهانينا على فوز الذيبة بالبندقية والمركز الأول في الشوط الرئيسي الأول للسيد سالم بن عبيد بن شينان المري، وفي المركز الثاني هوايل حق السيد فيصل بن طالب بن شريم المري، والثالثة الذهيبة للسيد حمد بن حسين بن جرحب المري، والمركز الرابع للسيد فيصل بن طالب بن شريم، والخامسة العاصمة للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. المركز السادس ما عرفنا السادته. المركز السابع سيد محمد بن مصر الشهواني، والثامنه اللي السيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين في المركز السابع. المركز التاسع للسيد سالم بن مخيت بن خزينه المري، والعاشر حق سيد عنزام بن خاتم النعيمي. هكذا نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء، هي النتيجه، هكذا هي النتيجه لهذا الشوط، الشوط الرئيسي صباح هذا اليوم. وبنشوف التوقيت، هذه لحظات وصول الذيبه امامنا، لحظات وصول الذيبة وانتزاعها للبندقية والناموس وتأهيلها إلى سباق التحدي في الختام. 9 دقائق 43 ثانية، 20 جزء من الثانية. تهانينا تهانينا للسيد سالم بن عبيد بن شينان المري والناموس على هذا الإنجاز والتأهيل إلى سباق التحدي.